عندكم. نيابة عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحضور سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، توج نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الفائزين بكؤوس صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيلة والذي أقيم عصر اليوم على مضمار نادي راشد الفروسية بالصخيرة. كما حضر سباق سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أصحاب السمو والسعادة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وجمهور كبير من محبي ومتابعي سباقات الخيل. في ختام السباق قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس الهيئة العليا للنادي إلى المضمر الفائز جليل الملاح، وقدم سموه كأس البحرين إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للجهاد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، ثم قدم سموه كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، ثم قدم سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للجهاد المستوردة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة. وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس السباق، وأشاد سموه بما ظهر به السباق من حسن تنظيم عكس أهمية هذا السباق الذي شهد مشاركة عدد من الفرسان العالميين، إضافة إلى ما امتاز به من متعة المنافسة القوية في مختلف أشواطه. كما نوه سموه بجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة، والتي تلقى صدى كبير لدى المهتمين بهذه الرياضة العربية الأصيلة، متمنيا سموه لنادي راشد كل التوفيق والنجاح.